شوف بقى. جمري، مشان الله اتركيني، بترجاكي ما رح اقول لهم على مكانك، ما رح جيب سيرة ابدا، مشان الله انا ما دخلني بشي. بالله جاد، عن جد ما رح تشكيني ولا رح تخبري حدا عن مكاني؟ حتى إذا عرفتي إني قتلت لك رفيقك؟ في كتير شغلات أنت ما بتعرفيها. بتصدقي إنه أنا أذيت حالي مو بس أذيت غيري؟ ما فيكي تتخيلي أنا شو عملت. عم تتخيلي؟ إيه لا تحاولي. مشان هيك أنا بنصحك ما تجربي تزعجيني بالمرة. بدي مي، مشان الله بس شربيني نقطة مي. اي تكرمي، كتير عطشانة؟ اي بشربك طبعا. ما بيهون علي فيكي، البنت المدللة المريضة المكتئبة دائما بتلعب دور الضحية سونا وممرضتها جمري. مدام كتير عطشانة، حاولي تقومي. أي نوع من البشر أنتِ؟ يا ربي. يا ربي دخيلك بنتي سونا، يلا جيبولي بنتي، رجعولي بنتي لحضني. اهدي مشان ضغطك، حدا يقلي وينها. نيجار جيبي لها كاسة مي. وينك يا سونا؟ طمني شو صار معك. ما لقيت الا اياه أسهر؟ جيبولي بنتي، يا ربي دخيلك. يعني لوين ممكن تاخذها؟ ما بعرف. يا حرقة قلبي عليها، رجعوا ليها. ماشي بنحكي. اخ يا الله بدي بنتي. ايه تذكرت، كان عندهم بيت بمنطقة ريفية. سونا. ايه بس انا ما بعرف عنوانه بالضبط. يا ريتني انا اللي رجعتها على القصر. يا ويلي عليها، شو بيكون عم يصير فيها؟ مشان الله رجعوا لي اياها. جيبوا لي بنتي لحضني، يا رب يكون معها. شربي لك نقطة مي. ما بدي اشرب، ما بدي شي، لا بدي اشرب ولا اكل ولا شي، بس رجعوا لي بنتي مشان الله. امير بترجعك، دور على اختك، رجعها لحضني. جمري جنت، جمري مجنونة هلا وما بتعرف شو ممكن تعمل فيها. اعمل اي شيء امير، لا يا بسرعة مشان الله. كون معي يا ربي. اخ انا حاسة حالي عم اختنق، مشان الله اعملوا شيء، لا تضلوا قاعدين هيك، خلونا ندور عليها. روحوا جيبوا لي بنتي. يا ترى شو بدها مني جمري؟ كانوا الكل عم يستنوني، أكيد هلأ بيكون وقلقانين. بيكون هلأ أمير قلب الدنيا كلها علي. وناجي، ناجي شو بيكون صار فيه؟ إذا بيكون صار له شي بسببي ما رح سامح حالي أبدا. لازم لاقي أي طريقة لوصل له الخبر. يا ريتني بقدر أوصل للموبايل.